يسأل الأخ عن الجمعيات الخيرية، وهل الجمعيات الخيرية يطبق عليها أو ينسحب عليها قوله تعالى والعاملين عليها؟ إذا كان هناك في الجمعيات الخيرية من هم متطوعون أولى من غيرهم من غير المتطوعين، إذا لم يكن هناك متطوعون والجمعيات الخيرية تجمع الزكوات وتوزعها على الناس، فإدارة الجمعية الخيرية هي التي تحدد الرواتب، رواتب المثل، والله أعلم.